أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تقود دائرة الخدمة الوطنية في بريطانيا حملة هدفها مساعدة ملايين المرضى في مختلف أرجاء المملكة المتحدة للتخلص من أدوية مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم. وتحث الإرشادات الجديدة الأطباء العامين على التوقف عن كتابة الوصفات الطبية المتكررة لأولئك الذين أصبحوا معتمدين على تلك الأدوية الشائعة. توصي الدائرة الصحية بإرسال المرضى إلى دروس الفن أو الموسيقى أو البستنة بدلاً من وصف مسكنات الألم مثل الترامادول أو الكوديين. وإضافة إلى إرسال مجموعات دعم وعيادات متنقلة لتقديم المساعدة اللازمة على التخلص من أدوية الاكتئاب والتوعية لمواجهة أعراض الانسحاب منها مثل الأرق. وسينبه الصيادلة أيضا إلى ملاحظة الأشخاص الذين يشترون أدوية تحتوي على مادة الكوديين المخدرة دون وصفة طبية. وتشير الأرقام الجديدة رويدة إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص تعاطوا أدوية مضادة للاكتئاب في إنجلترا العام الماضي بزيادة قدرها 8% عن عام 2019. ونرحب بضيفتنا في الاستديو الدكتورة نسمة نوار وهي مختصة في الطب النفسي. أهلا بك معنا دكتورة. يعني البداية، تاريخ العيادات النفسية والطب النفسي ليس قديما، يعني منذ منتصف القرن 19 مع جوستاف فاغنير بدأ الموضوع وتحول إلى طب غير مادي غير بيولوجي. اليوم دخلنا في موضوع أدوية الاكتئاب، هل استعجل البشر في اللجوء إلى الحل الكيميائي من خلال الأدوية؟ في البداية شكرا على استضافتي محمد ورويدة. موضوع غاية في الأهمية، حلو جدا انتوا ألقيتوا الضوء على موضوع هي حديث الساعة. خلينا نقول التركيز على الدواء النفسي نقطة غاية في الأهمية، انه لفترة من الفترات كان بيتم التركيز على الأمراض الجسمية، ومع الوقت تبين ان في أعراض جسمية نجمة عن مشاكل نفسية، فبدأ التركيز ان في فئات مختلفة، فبدأنا نبحث. ولكن بداية التوجه انطلقت من إنه في خلل كيميائي وعصبي، إن في نواقل عصبية معينة بيحصل فيها خلل بالزيادة أو بالنقصان، وعليها بيترتب مشكلة في المزاج، في السلوك، في التفكير وهكذا. فبدأنا نحاول نظبط الخلل العصبي ده، من هنا انطلق الطب النفسي. هل ده لوحده كان كافي؟ لا، لأنه مع الأدوية تبين إن في خلل في نوعية حياة المرضى. يعني استيل انت بتاخد الدواء بس نوعية حياتك مش احسن شيء، ولازال لما اجي اوقف الدواء يحصل الانتكاس. فانت معتمد على الدواء. هنا فكرة انه انا عندي مشكلة في التوافق، طب انا باخد الدواء ليه بيجيلي البانيك اتاك؟ ليه بيجيلي الاكتئاب؟ ليه مستمر معايا بعض الاعراض؟ ليه مش عايش بشكل كويس مع ان الدواء موجود؟ فبدأ يظهر التوجه بانه انا محتاج شيء يشتغل على التشوهات اللي عملها المرض. المرض بيشوه تفكيري، مزاجي، سلوكي، فبالتالي أنا محتاج إن أنا أحسن نوعية حياة المرضى. هنا ظهر المعالج النفسي. العلاج النفسي القائم على إنه مش مادة كيميائية وبس، مش أنا قبل ما أخد المادة الكيميائية كان جسمي بينتجها أصلاً تلقائي. طب تعالى نرجع، هو إيه اللي تشوه مع المرض؟ وتعالى نرجع ليه عشان نرجع لحالة يا نفس الحالة يا إما أقرب ما يكون ليه. لكن دكتورة، يعوض ذلك عن الأدوية عند المرضى؟ يعني النظام الصحي البريطاني كما قرأنا في الخبر الآن يقترح يعني التعويض عن هذه الأدوية بدروس الفن والرياضة والبستنة وكل هذه النشاطات. هل تعوض هذه النشاطات عن الأدوية المضادة للاكتئاب بالنسبة للمرضى؟ هل يعني من الممكن الاستغناء في نهاية المطاف عن الأدوية؟ في جزء، وخلينا واقعيين، وفي بعض الحالات يمكن ذلك. يعني الدرجات البسيطة والمتوسطة واكتئاب الأسوياء زي ما احنا بنقول أقدر استخدم فيه الفنيات دي والأسلوب ده، بمعنى أنه لو لاحظنا هنلاقي أن الشخص المكتئب، وهي كلمة اكتئاب بتشير لانخفاض في المزاج وفقد المتعة والأنشطة ونقص الدافعية والطاقة والخمول، فدي المشكلة الأساسية اللي في الاكتئاب. علشان ترجعي تحسني نوعية حياة، ترجعي تحسني نوعية حياته تاني، انت محتاجة ترجعي إحساسه بالأنشطة دي، فبتبدأي توجدي له حاجة اسمها الأنشطة السارة، وبنبدأ نعمل صحائف بالأنشطة السارة. ليك صحائف محددة وليكي صحائف محددة، إيه الشيء اللي أنت بتستمتعي بيه؟ في شخص بيحب العمل التطوعي، في واحد بيقول أنا بحب البستنة، في واحد يقول أنا بحب الموسيقى، وهكذا.
ايه الفايده الاساسيه للانشطه دي؟ انها بتاخدك بعيد عن التركيز على الافكار التشاؤميه والاكتئابيه. لانه انا لو خليت الشخص ده منعزل زي ما هو عايز، قاعد لوحده ومرتاح زي ما هو شايف ان هو بعيد عن الناس، كل تفكيره هيكون منصب على التشوهات المعرفيه. انا غير محبوب، انا عاجز، انا مش قادره اتوافق، انا خايف اتعرض لموقف، مش هكون كفء، علاقاتي فاشله، وهكذا. لما يقعد يركز عليها اكتر مزاجه بيزداد في النزول. طيب هل اقدر اقول له ما تفكرش فيها؟ تخيل لو قلت لك لا تفكر في الاكتئاب، انت هتفكر في الاكتئاب. فالحل ان انا اخدك لنشاط اخر وبسيط، وتبدا تعمل نجاحات بسيطه وتتخذ قرارات بسيطه وبشكل واعي، ان انا رايح عشان احسن مزاجي. انت بتعمل كده لانك ليك دور في تحسين صحتك النفسيه، مش دواء حطه في جيبي وقت محتاج اخده، عارف ان انا مزاجي اتاثر هطلع الدواء بسرعه واخده. دكتورة، في التقرير الذي أوردته التايمز فعلا في بريطانيا، وصف الأمر بخشية من الوصول إلى المرحلة التي وصلتها الولايات المتحدة الأمريكية، مظبوط، بأزمة تسمى بـ The Opioid Crisis، أزمة الأفيون التي يعاني منها نسبة كبيرة من الأمريكيين. فعلا أي أثر يحمله ولوج المجتمع في الإدمان على أدوية الاكتئاب على حال الديموغرافيا والمجتمع الأمريكي واليوم البريطاني؟ مظبوط فعلا. الاستعجال في اني اروح للدواء واتحمل اثاره الجانبيه، ما حاولش احل المشكلات وتغير المزاج اليومي. عسر المزاج بيحصل لنا كلنا، نوعي عليه اكتئاب الاسوياء، في احداث ومنغصات، الشغل، البيت، الهموم، الاعباء، وهكذا. هل كل ما هيتغير المزاج هعتبر ان انا عندي مصنع كيميائي بسيط على طول بحسن المزاج بيه؟ فين مهاراتي في التكيف؟ فانا محتاجه انشط الجزء ده. لو انتشرت الأدوية هتحمل آثار جانبية ما لها آخر. احنا بنتحمل الآثار الجانبية في الحالات الشديدة لأنه خسران كتير، فأنت بتحاول تقلل من الخسارة بتاعتك. دكتورة، نقطة هنا، هل هذا أيضا ينسحب على العالم العربي بالمناسبة؟ يعني من خلال أن أنت مطلعة أكيد، هل العالم العربي يمر بأزمة أيضا أم أن النسبة أقل من الغرب إن كانت الولايات المتحدة أو بريطانيا؟ النسبة أقل من الغرب لأنه في خشية عموما من الاضطرابات النفسية. بنحاول في بعض الاحيان احنا ننكر ان هو اضطراب، يمكن مش اضطراب، لا ننتظر، لعل انا مضغوط، لعل، وبنحاول نستخدم الدعم الاجتماعي بينا كمجتمع عربي في ان احنا نهون الموضوع. صحيح. ولكن بدات فكره انه انا محتاج الدواء، ويتوصف الدواء مره من الدكتور فيتجدد صرف الدواء لمرات متعدده في غير الحاجه. فبنصح الناس حتى لو انت خدت دواء نفسي في وقت، ارجع للدكتور قول له الكورس بتاعي قد ايه، مدته قد ايه. طيب دكتورة، الوقاية خير من ألف علاج. صحيح. كيف يمكن الوقاية من التعرض للاكتئاب وبالتالي ربما يعني الاضطرار إلى الذهاب إلى مثل هذه الأدوية التي تسبب الإدمان؟ سؤال ذكي، وفعلا في الزمن اللي احنا فيه لازم هنمر بشيء من الاكتئاب. ولكن انه اكون مكتئب او قلق أو موسوس في بعض الأحيان ده شيء طبيعي، لأن هي النفس البشرية فيها النسب دي. ولكن ما وصلش إن أعدي الليمت والحد بتاع السواء، أفضل في رينج السواء. طب أفضل فيه إزاي؟ محتاج إن أنا أوجد مساحة للترفيه في حياتي، أتبنى أفكار إيجابية. محرك الجسم ده كامل في المخ، المخ بيقوم بدور تفكير. إذا أنا فكرت بشكل إيجابي هبدأ أعكس ده على مزاج إيجابي، فالسلوك هيكون توافقي. إذا فكرت بشكل سلبي عن نفسي أو عن الآخر، إذا حصل أي مشكلة في الشغل فأقول هيمشوني، على طول استنتاجات سريعة، فيبدأ مزاجي وأبدأ أتوتر، أجي أتصرف أسيء التصرف وما أتصرفش بشكل كويس. فنرجع النقطة الأساسية، هو أنا فكرت صح؟ عالج أفكارك، هل أنا أفكاري سليمة؟ مش كل حاجة بيقولها المخ هي صح، وخصوصا لو أدت لنتيجة غير مرغوبة. أرجع أراجع الأول الفكرة، مش الهدف إن أصرف إحساسي بالاكتئاب، الهدف ان اعدل التفكير اللي اوجد الاكتئاب. مساحه النشاط الصار سيطر على الافكار. بالضبط. مساحه الافكار اللي انا بديها لنفسي في المصداقيه، اي فكره بتيجي في بالي انا مصدقها، لا معلش اعرضها، افترض ان هي افتراض، يا تطلع صح يا تطلع غلط. تاني حاجه الانشطه والترفيه، انا بنضغط في شغلي، بنضغط في بيتي، ما عندي مشكله، بس ايه مساحه الترفيه اللي هستخدمها بعد كده عشان اعمل تفريغ للانفعالات اللي انا محمل بيه. بلاش تتوالى الضغوط ويمتلئ الفنجان وعمال يمتلئ وانت بتقول لسه انا قادره اواصل، انا قادره اواصل. لا، اعطي نفسك مساحات من الترفيه عشان تجدد الطاقه من جديد.
لانه ناس كتير بيبقى ناجح جدا في شغله ويكتشف بعد فتره ان في جوانب تانية في حياته حصل فيها تعطيل، يجي يصلحها يبدا يحس انا اتاخرت، انا كنت مركز في اتجاه واحد، انا عمال ضاغط نفسي 12 14 ساعه انا بشتغل، حرمت نفسي من المتعه، حرمت نفسي من كل شيء، بعدين يبدا يلوم، بيلوم نفسه وبيلوم الاخر، فخلاص بتكون عدينا مرحله. فانت ادي حق لنفسك، الترفيه حق مش اضافه زياده انت بتعملها لنفسك، لا اصبح صحه. فلو انت عايز صحتك النفسيه وبتبحث عنها، واضح الكلام جه على الوتر لانه حسيت جميل كلامك جميل جدا دكتورة. يعني نحن صدقا صدقا لا يمل من حديثك وعم نحكي انه نكفي استماع لك، ولكن داهمنا الوقت مع الاسف. بدي اتشكرك جدا دكتوره نسمة نوار، كنت معنا هنا للحديث اكثر عن موضوع الاكتئاب، عن جد مشكوره دكتوره. شكرا لك، سعيده جدا بوجودي معك. شكرا.